القرعه بقى بتاعت الكره الطايره، انت كنت بتقول المهندس مجموعة ايه عدلي بقى؟ كان بيوصيك على حاجه، كنت بوصي على كرة اليد كان بيوصيك على كرة اليد. ده ودانا لحتة تاني. لا لا، هو الحقيقة طبعا الأول طبعا هو فريق اليد طبعا النهارده كسب مباراته أمام سموحة، ويعني عايز يخلي جماهير النادي الأهلي تطمئن. بس احنا طيب تملي بنرصد أي حاجة أول بأول، ومجلس إدارة النادي حريص جدا على دعم كل فرقه علشان ده ما شاء الله ما شاء الله في الثلاث شهور 41 بطولة دلوقتي، ما شاء الله يعني. بسم الله، الحمد لله الحمد لله. طيب بمناسبة الجمهور بقى يا كابتن، بمناسبة الجمهور، الجمهور كان ليه دور كبير جدا في فوز البنات ببطولة أفريقيا في الطايرة. تمام. إيه المطلوب وإيه الضوابط وإيه التذاكر والنظام هيمشي إزاي مع البطولة بتاعت الرجالة ابتداء من بكرة بقى؟ هو الحقيقه طبعا اللجنه المنظمه العليا برئاسه الاستاذ محمد الجرحي ونائبه الاستاذ محمد الضماطي، في البدايه خالص عملنا نظام للدخول، وان احنا طبعنا التذاكر وتم طرحها اونلاين وتم بيعها من منافس النادي، ويعني التذاكر كلها نفذت من اول يوم تم طرحها، الى جانب طبعا فتح المدرجات الاخرى في الجهه المقابله كلها الاعضاء النادي الاهلي والى فرقه الرياضيه والضيوف والساده الاعلاميين. فبالتالي يعني كل الناس اللي اشتروا التذاكر واللي معاهم الدعاوي هم اللي هيبقوا موجودين بكره، ومن خلال برنامج حضرتك انا بدعو لكل جماهير النادي الاهلي مؤازره الفريق يعني كما عودونا دائما، والالتزام بالاخلاق الرياضيه كما عودنا تملي جمهور النادي الاهلي الواعي. في طبعا ضوابط بتبقى في العاب الصالات، هم حظنا كويس جدا، فبتمنى يعني ان تكون الصاله ممتلئه في جميع مباريات النادي الاهلي، والالتزام بالتشجيع المثالي كما عودنا جماهير النادي الاهلي دائما يعني. اظن كده يعني نتمنى من المجموعه. مين بس مين المجموعه بتاعتنا في افريقيا؟ والله يا كابتن حضرتك بتكلمني يعني وانا في قلب الورق كله في المكتب، واحنا بنعمل دلوقتي البروفه الاخيره بتاعت هم كم فرقه مشاركه؟ طيب 24. ده شغلانه ثانيه بقى يا كابتن عادل، ده هو عشان كده انت الاسماء. انا هقول لك مجموعتنا يا كابتن رؤوف، 20 يعني ريكورد اكبر حجم. لا، وفي فرقتين كمان، في فرقه جت من رواندا الصبح يعني تبقى 25، وسفاره السنغال اتكلمت كمان كانت عايز فرقه 27، يعني ارقام بتتحقق لاول انا مرة. عايز اتوقف عند هذا المعنى، معلش يا استاذ ابراهيم. انا هقول لك القرعه فيها مين، بس قبل ما تقول القرعه في معنى ان اكبر حشد في بطوله سيدات كانت البطوله الماضيه كرة طيب. اكبر اقبال على المشاركه لدرجه ده حفل القرعه النهارده. استنوني بقى ما اخلص الكلمتين دول. لان دي ليها دلاله كبيره قوي ابعد من النادي الاهلي نفسه. هو لما يجي لك فرقتين النهارده اقول لك عايزين نشارك 25 و26 في يوم القرعه، في يوم القرعه اكبر حشد، ده معناه ايه؟ انه جايين على بلد مستقر، بلد واقف على حيله. ايوه دي رساله يا جماعه ما حدش قادر يشوفها صح. ان بلدنا دي يا جماعه اصبحت قبله الناس كلها. النادي الاهلي بينظم وهو بكيانه يجاذب للبتاع، لكن كان ناس كتير جدا ممكن يخافوا ما يجوش البطوله دي. هذه البطولات وهذا هو دور النادي الاهلي الذي يقدمه من خلال دور المجتمع الكبير ودور الرياضي الكبير، نموذج مشرف داخل مصر. كل الامنيات الطيبه، ونحن في استحقاق رئاسي في الثلاث ايام اهو، بدا النهارده بكره بعده. لازم انت وريني صباع. لا انا بكره انا بكره هتلون. انا بكره هروح لاني مش عايز اروح لوحدي، فهروح. اللي عايز اقوله يا جماعه، انت عشان تطمن العالم ويقولك بهذا الحج والكثافه، مش نازلين ننتخب رئيس، احنا نازلين نقول في ساعه الشده في ساعه الجد كلنا ورا قيادتنا، علشان ده مش وقت خلاف لا ايديولوجيات ولا صراعات
ضيقه، لكن احنا بنواجه التحديات معا، وبعدين لما مصر تقف على حيلها نبقى يا سيدي نتخانق تاني مع بعض. طب هقول لك القرعه عشان الكابتن روف يقول لنا الميزان الفني فيها فين. احنا معانا السجون الكيني والشرطه الايفواري وسبور من كونغو الديمقراطيه ونيمو ستار الاوغندي وريد سكين الليسوتي. يا كابتن رؤوف، ست فرق رؤوف معانا لسه. الله، اقوى الناس اقوى الترشيحات معانا ايه يا كابتن؟ هو الحمد لله اعتقد ان هي مجموعه متوازنه يعني عموما. اعتقد يعني الحمد لله فريق النادي الاهلي يعني عينه تملي على الطريق اللي بعد كده، اقابل مين في دور الثمانيه واقابل مين في دور اللي قبل النهائي، مش عايزين نقاطع يعني باذن الله، وفي مين في الدور النهائي. فانا اعتقد اذا صارت الامور كما هو متوقع اعتقد ان باذن الله النهائي هيكون مصري. احنا بنتمنى طبعا التوفيق من الفرق المصريه كلها المشاركه في البطوله، فريق قرايع الجيش وفريق نادي الطيران وفريق نادي سموحه الى جانب النادي الاهلي، وبنتمنى من ربنا ان يكون النهائي مصري خالص، وباذن الله تكون البطوله مصريه. لكن طبعا احنا بنتمنى من كل قلوبنا ان النادي الاهلي هو اللي يفوز، والتشكيله اللي حصلت دي يعني انا شايف ان من وجهه نظري الشخصيه ان فريق الاهلي وفريق الجيش اعتقد باذن الله ان صارت الامور كما هي متوقعه اعتقد ان هو ممكن يكون النهائي بدرجه كبيره، لان هم السكه بعيده عن بعض. كم فريق مصري مشترك؟ الجيش في المجموعه الرابعه والاهلي في المجموعه الاولى. هو كم فريق مصري مشترك؟ الثلاثه، الاهلي وسموحه والجيش. اربعه والطيران يا كابتن. والطيران الزمالك مش مشارك؟ لا الزمالك مش مشارك. تمام. الطيران في المجموعه الثانيه برضه صحيح؟ ايوه، ما هو متقسمين لاربع مجموعات، الاهلي في الاولى والطيران في الثانيه وسموحه في الثالثه والجيش في الرابعه. هو عامه لائحه الاتحاد الافريقي لا تسمح بوجود فريقين من نفس البلد في مجموعه واحده. تمام. حتى القرعه لو جابت نادي مع نادي ثاني بيوديه اوتوماتيك للمجموعه. بتبقى قرعه موجهه ان ما فيش فريقين من بلد واحده منعا او امعانا في الشفافيه يعني. بالظبط. التذاكر نفذت يا كابتن رؤوف ولا الجمهور عنده فرصه يجي؟ نفذت بعد ساعتين يعني. بعد ساعتين من طرحها ما شاء الله التذاكر كلها نفذت، ولكن ان احنا يعني بندعو باذن الله يعني ان كان في فرصه اخرى يعني ولا اي حاجه اهلا وسهلا لاي حد، بس طبعا لازم يكون بيحمل تذكره يعني. تمام. يعني لازم اي حد يخش يا اما يكون من اعضاء النادي بالنسبه للمدرجات الشماليه، اما المدرجات الجنوبيه فدعت التذاكر بالكامل بعد طرحها من خلال ساعتين. بكره حفل الافتتاح داعيين المهندس خالد عبد العزيز وشخصيات عامه. طبعا معالي الوزير خالد عبد العزيز ورئيس اللجنه الاولمبيه وكبار الشخصيات، طبعا رئيس مجلس اداره نادي سموحه ورئيس مجلس اداره نادي الطيران، وايضا رئيس الجهاز العسكري لطلائع الجيش ونادي الطيران، يعني كل الكبار الشخصيات سواء في اللجنه الاولمبيه او وزاره الشباب والرياضه، الى جانب طبعا باذن الله اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، وهيبقى في وجود طبعا نائب الرئيس استاذ العمري فاروق ومجلس اداره النادي الاهلي بالكامل برضه هيبقى متواجد باذن الله، الى جانب طبعا رئيس الاتحاد الافريقي ولجنه الاحتكام الكامله من الاتحاد الافريقي باذن الله. يعني ندعو من الله يعني ان احنا اولا نوفق في التنظيم، وبعد كده باذن الله يعني يلحق فريق الرجال بفريق السيدات ان شاء الله علشان تكون الفرحه باذن الله مزدوجه يعني. والكلمة المهمة اللي أنا بأكد عليها مع حضرتك يا كابتن للجمهور، الجمهور قد إيه كان داعم للبنات، وقد إيه كابتن الخطيب ومجلس الإدارة كانوا فخورين بيهم جدا وهم متفرغين فقط لمساندة الفرقة، وإزاي قدروا يلعبوا دور مهم في توقيتات حرجة جدا في المباريات. أتمنى نفس الالتزام ونفس الحماس ونفس الروح تبقى موجودة بإذن الله في البطولة. بإذن الله رهان يعني كسبان على الجمهور بإذن الله. باذن الله وهتكسب الرهان باذن الله كابتن عدلي، لان جمهور الاهلي واعي وعارف ازاي بيدعم فرقه ازاي، وهو الجندي اللي وراء انتصارات النادي الاهلي،
اللي تملي احنا بنهدي له كل هذه الانتصارات لان جمهورنا كبير ويستحق كل حاجه كويسه ان شاء الله. بس انت جاهز حفله احمد حسني بقى؟ لا هنجهزها وباذن الله وكل مسؤولين النادي الاهلي هيبقوا متواجدين باذن الله ان شاء الله. لان زي ما بقول لك والله ما تعرف يا كابتن انا فرحان قد ايه بالولد ده. صحيح صحيح. فرحان. لا دي حاجه تفرح. حاجه جميله. صحيح. يعني بسم الله ما شاء الله يعني ودول ولاد النادي الاهلي. صحيح. احنا بنشكرك. زي ما انتم ما بتقولوا في البرنامج بتاعكم ما تخافش على الاهلي. ده لا في النماذج دي لا ده احنا ما نخافش خالص. الحمد لله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي اللي الحقيقة